الهذلي هداف الأولمبي الباجي لحد الآن بستة أهداف متوسط ميدان عصري في الأولمبي الباجي، شفناه في أكثر من نادي لعب في تونس، نذكر النادي الإفريقي السي اس اس مستقبل جابس ابن السي او تي متميز رغم العروض الخارجية والخليجية. على التنفيذ مراد الهزي، التنفيذ والهدف الأول. هذا اللاعب مراد الهزي تألق في الكرات الثابتة وسجل عديد الأهداف في هذا الموسم. الأولمبي الباجي ممكن تشكل الخطورة والهدف الأول للأولمبي الباجي في بهتة دفاعية وتوغل أكثر من ممتاز. مراد الهذي وزع الكرة دي بالراس، هدف التعادل. ممتاز جدا التسديدة من مراد الهزلي بالساق اليسرى. إعادة للمحاولة والمجهود من مراد الهذلي والمحاولة الفنية. مراد الهذلي من أفضل اللاعبين، يربح المخالفة وأفضل هداف بالنسبة للأولمبي الباجي. There's another one and you're loving.
السيلي السيلي الى مراد الهذلي. مراد الهذلي ممول الكرات في وسط الميدان لخط الهجومي لمراد الهذلي. صراحة إضافة كبيرة لمراد الهذلي ممرر فيرا إلى جانب أنه هداف فريق الأولمبي البيجي بسبعة أهداف. مراد الهذلي فرصة كبيرة للأولمبي البيجي بالذكية، حاب يحط الكرة في مكان بعيد على مرمى الترجي. كرة من جديد من الجهة اليسرى، مراد الهذلي يحاول على إمكانياته الفنية الكبيرة. ترجع الكرة للأولمبي البيجي، مراد الهذلي. مراد الهذلي في وسط الميدان أمامكم هداف الفريق، إضافة كبيرة برشا لمراد الهذلي مع الأولمبي البيجي في بطولة الموسم الحالي. وكأنها توزيعة، بصراحة توزيعة الرأسية من مراد الهذلي، يرجع برشا للدفاع مراد ويعاون برشا في زملائه. تماس طويل على الويل اللي يطلع حسين يحيى، ثم مراد الهذلي بأدوار دفاعية. إلى يوسف بن سودة، لكن الدفاع تدخل. كرة إلى مراد الهذلي، حلوة برشا الباس، حلوة برشا الباس.